احنا كنا مخلصين الالبوم اللي في مارواك تقريبا جاهزين، وكان نبي اغنيه فكره جديده. فمشعل عروي كان يقول لي انا اخوي يوسف مطلع كاستات قديمه عنده اغنيه ذاك اليوم، خلنا ادق عليه يسمعني يعني. فذاك قال يوسف شو الاغنيه؟ قالت كذي مره كان عاملها رومبا، ارواح عجب واقرب من الحياه كذي. فقلت له حرام هالاغنيه، هذا كلام بلا شيء. كان وقتها ما في تلفون، كان في انسر ماشين. فرحنا لغرفه كذي بالاستديو، جبنا العود وقعدنا. كان يقول له حطها شرقي، كان يسوي مروه ترارارا، كان يقول حوني ما عندنا شيء نسجل. قلت له لا، شو إيه عندي انسر ماشين. كان يدق على انسر ماشين ماله وانا ماسك التلفون وهو يعزف، خلاص ضيع اللحن. قلت لهم بكره تعالوا لي البيت. قعدنا تلاقي مقدمه